السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يكون الفيديو هنتعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 بالأرجنتين، وكمان هنتعرف على ميعاد مباراة النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث. بس الأول هنتعرف على نتائج مباريات ربع النهائي. عندنا أول مباراة في الدور ربع النهائي وهي المفاجأة، خسارة البرازيل بنتيجة 3-2 وتوديعها للبطولة. عندنا تاني مباراة في الدور ربع النهائي، عندنا إيطاليا فازت بنتيجة 3-1 على كولومبيا، وبكده إيطاليا تتأهل للدور نصف النهائي. عندنا تالت مباراة في الدور ربع النهائي، عندنا كوريا الجنوبية كسبوا بنتيجة 1-0 على نيجيريا، وبكده كوريا الجنوبية تتأهل للدور نصف النهائي. أما عندنا المباراة الرابعة والأخيرة في الدور ربع النهائي كانت ما بين أمريكا وأوروغواي. أوروغواي فازت بنتيجة 2-0 على أمريكا، وكده أوروغواي تتأهل للدور نصف النهائي. يلا بينا نتعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي. عندنا أول مباراة في الدور نصف النهائي هتكون مباراة أوروغواي يوم الخميس 8 يونيو 2023 الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية. وعندنا تاني مباراة في الدور نصف النهائي هتجمع ما بين إيطاليا وكوريا الجنوبية يوم الجمعة 9 يونيو 2023 الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية. بعد ما تعرفنا على مواعيد مباريات نصف النهائي، دلوقتي هنتعرف على ميعاد مباراة النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث. هنبتدي الأول بميعاد مباراة تحديد المركز الثالث، هتبقى يوم الأحد 11 يونيو 2023 الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية. أما عندنا مباراة النهائي معادها هيكون يوم الاثنين 12 يونيو 2023 الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية. بس وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، اتكلمنا فيه عن مواعيد مباريات نصف النهائي، واتكلمنا كمان عن نتائج مباريات ربع النهائي، واتكلمنا كمان عن ميعاد مباراة النهائي وميعاد مباراة تحديد المركز الثالث. فيارب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.